يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله اليوم نتعلم كيف نحسب إحنا الـ carrying value للبوند. يعني هلا بالسؤال من ممكن هو مش ما يكون معطيك الـ carrying value، فإحنا لازم نطلع. هلا بشان نطلعه إحنا لازم هذا الجدول يكون متوفر معنا. إيه هو يعني هو الدكتور المفروض يبعته، فأنتوا يعني لازم تتبعوه عشان تقدروا تحلوا وتطلعوا الـ carrying value. فعندنا إحنا أول سؤال بحكي إنه عندنا إحنا الفيس فاليو قيمته 50,000، الستيتد إنترست 8%، الماركت إنترست 6%، عندنا إحنا هذا البوند على 5 سنوات سيمي أنيوال. مدام ما هو سيمي أنيوال، يعني أول إشي لازم نعمله الستيتد إنترست والماركت إنترست نقسمهم على 2، حيكون عندي الستيتد انترست حيصير قيمته 4% والماركت انترست قيمته 3%. بعدين الخمس سنوات هدول نضربهم بعشرة، فإحنا يعني حندفع فائدة على 10 periods. أوكي طيب، هلأ إحنا في عنا equation عشان نقدر نطلع الـ carrying value. فهو الـ carrying value يساوي إشي اسمه factor 1، هذا اللي هو منطلعه من الجدول، ضرب الفيس فاليو، زائد إيش تاني اسمه فاكتور 2 كمان منطلعه من الجدول، ضرب اللي هو الكاش بيد. أوكي خلينا أول إشي نبدأ إشي بسهل، إشي سهل ونطلع قيمة الكاش بيد. الكاش بيد إحنا بنعرف هو عبارة عن الفيس فاليو تبعنا ضرب اللي هو الستيتد انترست. فهون انا عندي الفيس فاليو 50,000 ضرب الستيتد انترست اللي احنا طلعناه 4%، لانه سيمي انيوال فحيكون 4%. فاحنا لما نطلع 50,000 ضرب بيطلع عندي قيمة الكاش بيد 2000. طيب نحط هسه هذا الرقم على جنب ونركز على اول جزء من هاي المعادلة اللي هو الفاكتور 1 ضرب الفيس فاليو. الفيس فاليو طبعا عندنا احنا معروفة 50,000، فاحنا بدنا نطلع الفاكتور 1. بنيجي على الجدول هذا، هسا اول صفحتين من هذا الجدول اللي هو هون، طلعوا هون شو بيكون هون بهاد فوق مكتوب عليه present value of 1 present value of a single sum، هاد بيطلع لي اللي هو فاكتور 1 بيطلع لي. اوكي طلعوا كيف شكل الجدول، فوق حاطين لك قيم انترست، وهنا الارقام الفترات، يعني مثلا 5 فترات 10 فترات 15 فترة وهيك. فاحنا عندنا بهذا السؤال طبعا لما نطلع القيم من الجدول دائما نستخدم، لما نطلع على الفائدة فوق نستخدم قيمة الماركت انترست، ما نستخدم الستيتد انترست. دائما على هذا الجدول نمشي على هو الماركت انترست. فعندنا إحنا بهذا السؤال الماركت انترست تبعنا 3% وهو على 10 فترات. فمنيجي هون نطلع هاي 3% وهي 10 فترات، فمنشوف وين بيلتقوا هم. هيا فإحنا عندنا قيمة فاكتور 1 هو 0.744 09. فعندنا إحنا فاكتور 1 0.744 09 ضرب الفيس فاليو تبعنا اللي هو 50,000. طلع الجواب 0.0، بيطلع عندي الرقم هذا يساوي 37,204.5 زائد. هسا بدنا ننتقل على الجزء الثاني من هاي المعادلة اللي هو فاكتور 2 ضرب الكاش بيد. عشان نطلع فاكتور 2 اللي هو حيكون هون عندنا، بيكون فوق الجدول مكتوب هاي present value of an ordinary annuity of 1، هذا هون بيطلع لي factor 2. اوكي فبنمشي يعني نفس المبدا، ندور على 3% اللي هي الماركت انترست ضرب العشر، وطبعا عندنا 10 فترات، فبنشوف وين هم بيلتقوا. عندنا فاكتور 2 قيمته هاي اللي هي 8.5302، فبنعمل فاكتور 2
اللي هو 8.5002 ضرب الكاش بيد اللي احنا قبل شوي طلعناه هون 2000، بيطلع لنا هذا الرقم 17060.4. هدول الرقمين هسا منزيدهم على بعض، ف 4 بيطلع عندي الرقم النهائي 54264.9. هذا الرقم هو الكارينج فاليو تبعي. لاحظوا كيف ان الكارينج فاليو هون طلع عندي اكبر من الفيس فاليو. يعني انا عندي الكارينج فاليو 54000، الفيس فاليو عندي 50000، لانه انا هذا السند انا بعته ببريميوم، بعته بقيمه اعلى من القيمه الاصليه، لانه طلعوا كيف احنا عندنا الستيتد انترست اكبر من الماركت انترست، فاحنا بعناه هون ببريميوم. اوكي، نيجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني بحكي لك انه احنا الفيس فاليو تبعنا 100000، الستيتد انترست 9%، ماركت انترست 12%، واحنا هذا السند على 20 سنة انيوال. مدام ما هو انيوال يعني انا ما حاقسم الستيتد انترست ولا حضرب العدد السنوات، يعني كله حتركه زي ما هو. فاول شيء نكتب، خلينا نكتب المعادلة، فاكتور 1 ضرب الفيس فاليو زائد فاكتور 2 ضرب الكاش بيد. الكاش بيد عندي هو الفيس فاليو ضرب الستيتد انترست، يعني 100000 ضرب 9%، فعندي انا الكاش بيد هون يساوي 9000. وهلا بنترك هذا الرقم على جنب، بدنا نطلع اول اشي الفاكتور 1 تبعنا، بدنا نلاقي قديش هاي هون هذا الجزء قديش يساوي. نرجع على اول صفحة، طلع هلا احنا عندنا الماركت انترست هون 12% وعدد الفترات 20. بندور هون، هسا هون انتو شايفين في 12% مو موجودة، تقلبوا الصفحة البعديها. فهي احنا بالصفحة البعديها هاي 12% هون وعشرين سنة على 20 فترة، فالرقم عنا هاي هون 20 وهون 12، فعنا فاكتور 1 يساوي 0.10367، فعندي أنا فاكتور 1 يساوي 0.10367 ضرب الفيس فاليو تبعي اللي هو 100000. بيطلع معي هون 0.37 ضرب 100000، بيطلع هون عندي الجواب 10367 زائد. هلا بدنا نطلع احنا الشقة الثانية من هاي المعادلة اللي هي فاكتور 2 ضرب الكاش بيد. كاش بيد احنا طلعناه 9000، بدنا نطلع فاكتور 2. نيجي هون على الجدول هذا، طبعا اذا ما لقيت قيمة الماركت انترست هون اللي هي 12% عادي تقلب الصفحة. هيا 12% على 20 فترة، احنا عندنا هون الرقم حيكون 7، هي هون 7.469444 ضرب اللي هو الكاش بيد اللي انا طلعت 9000، نضربهم ببعض 7.469 ضرب 9000، بيطلع عندي الرقم 67224.96. هدول الرقمين بزيدهم على بعض، بيطلع عندي الكارينج فاليو يساوي 77591.96. كمان مرة لاحظوا كيف انه احنا عندنا الكارينج فاليو هاي المرة طلع اقل من الفيس فاليو. هذا لانه احنا بعنا هذا البوند، هذا احنا بايعينه بالديسكاونت، يعني احنا بعناه بخصم،
لأنه طلعوا الستيتد انترست هنا أقل من الماركت انترست، فهذا بيعني إنه إحنا هذا السند بعناه بديسكاونت. مشان هيك طلع عندي الكارينج فاليو أقل من الفيس فاليو. هلا مع إنه إحنا طلعنا هون الكارينج فاليو، إذا السؤال طالب بعدين تكمل وتعمل أمورتايزيشن، فإحنا زي ما تعلمنا بالفيديو قبل عادي، مع إنه مدام ما إحنا عنا الكارينج فاليو عادي بنقدر نكمل ونعمل أمورتايزيشن. وهيك إن شاء الله نكون انتهينا من الفيديو هذا. أهم إشي يعني إنه تكونوا أنتوا طابعين هذا الجدول. إحنا ما يعني ما بنستخدم غير أول 4 صفحات من الجدول هذا وبس. إن شاء الله بالتوفيق جميعا، إن شاء الله بتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.